حبوباتي، جيسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير. بوما صافا الحمد لله، معكم نسرين اش ام. مرحبا بكم في قناتي. اذا اول مره تشوفوا فيديوهاتي ومازال ما اشتركتوش في القناه، واش راكم تستناو؟ اشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي تلقاوه تحت هذا الفيديو والضغط على الجرس هكذا باش تولوا من الفريق تاعنا ان شاء الله. بيان سور ضغطوا على الجرس هكا باش يلحقكم كامل جديد في الوقت المناسب. واذا عجبكم فيديوهاتي وعجبكم المحتوى تاعي، ما تنسونيش بام بتي جيم اللي يفرحني ويعني لي بزاف. فيديو اليوم كيما شفتوا في العنوان راح يكون رسم ولا تلوين قماش الجينز. راح يكون فيديو مهم بزاف. انا وحده من الناس توجور نحوس ونبحث كيفاش يلونوا قماش الجينز، نظرا انه قماش الجينز كاين انواع والوان كثيره بزاف. اليوم رايحين نشوفوا نوع ولون واحد من هذا القماش. واذا حبيتوا تشوفوا الالوان الاخرى تاع قماش الجينز اكتبوا لي تحت في التعليقات وقولوا لي واش من لون اللي حبيتوه، واش من لون اللي تفضلوه نتوما. دونك ما قبل ما نبداو نشوفوا الادوات اللازمه. نحددوا السروال تاعنا بقلم اسود ولا قلم ازرق اللي كان متوفر عندكم. هذه الخطوط مهمه بزاف في السروال تاع الجين، هي تبرز الخياطه. ثاني حاجه هي تلوين ولا خلط الالوان. رايحين نحتاجو اوبس ماشي هذا اللون، رايحين نحتاجو هذا اللون من لا مارك بيبيو اللي يجي كلير ازرق فاتح. نحتاجو منه شويه ورايحين نخلطو له اللون الابيض هكا باش يولي كلير. رايحين نخلطو اللون الابيض تدريجيا حتى نتحصلو على اللون اللي حبيناه. بينشر في هذه الخطوه راح نحتاجو الى ورقه محاوله ونحين نتستيو اللون تاعنا. هذا هو اللون المتحصل عليه، نتمنى يكونوا يبان لكم مليح. من مرحلة تلوين بالألوان المائية دوكا رايحين نتجه إلى مرحلة تلوين بالألوان الخشبية، مرحلة سهلة بزاف. قبل ما نتجه لمرحلة تلوين بالألوان الخشبية رايحين نخليو اللون تاعنا ينشف لنا مليح ما نزربوش عليه هكا باش ما تغنجقناش الحالة. سيبون البنات انا رجعت لكم من بعد ما نشف اللون تاعي بالكامل، سيبون نحزلو باللي نشف. دوكا راح نلون لا سانتور اللي نسيتها من قبل، راح نستعمل هذا اللون من عند لاماك بيك. لاماك بزاف هاي ننصحكم بها البنات، اذا حابين تشرو هاد لي كولور شرو لاماك بيك بزاف هاي ما تنشفش رابيد. انا عندي قريب عام اللي شريتهم مازال ما نشفوليش، ما نستعملهمش بزاف مي ما نشفوش. دونك راح نلون هذا الخرصه هذه وهاد لا سينتور راح نلونها بالمارون. خلاص لي راني ضربتهم بالعين دونك ماشي مشكل، راح نلونو بلون خشبي. راح نلونهم باللون خشبي من عند فيرتكس بني فاتح. دوكا نروحو نلونو الجينز تاعنا. اول حاجه نحتاجوها هي هذا اللون الازرق من عند بيك.
رح نحدد الخياطة، ولا نحدد قبل سروال بعدين نحدد الخياطة. دونك رح نعاود فوق اللون الأسود اللي درناه من قبل. من بعدها حنستعمل هذا اللون من عند فيرتكس أزرق داكن، رح نعود قدام هذاك اللون اللي استعملناه من قبل شوية بشكل دائري وخفيف برك. المرحلة حنعود نبين أكثر الحدود تاع السروال. من بعد رايحين لونه هذا الوسط، ماشي لونه كامل، كيفاش يقولوا، بطريقة خفيفة، خطوط برك هكا، خطوط ماشي دوائر، خطوط هكا. حنمدو ضوء للجينز تاعنا. فيديو حبوباتي جيسبر تكون عجبتكم واستفديتوا منها، هذاك هو الاهم. واذا عجبتكم ما تنسونيش بلايك لايك لايك هكا باش تدعموني، ويعني لي بزاف 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 تعليقاتكم ودعمكم ليا وكلامكم الشباب اللي توجور يلحقني في الانستغرام. دايوغ اذا مازال ما تبعتونيش في الانستغرام واش راكم تستناو؟ تبعوني في الانستغرام، نخلي لكم الرابط تاعو تحت في صندوق الوصف هكذا. واذا كان عندكم اسئله سالوني وانا نجاوبكم في الخاص ان شاء الله. دونك فوالا البنات، واذا حبيتوا تشوفوا الوقفه تاع العارضه تاع اليوم كيفاش ديسينيتها قولوا لي تحت في التعليقات ان شاء الله نديرها لكم. كذلك لون البشره درت لكم في ان فيديو، نفس الشيء بالنسبه للبلوز ولا القميص تاع هاد لابوبي درت لكم في ان فيديو، نخلي لكم كلش لتحت في صندوق الوصف روحوا شوفوهم. اي بي فوالا، نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في الناس اللي تحبوهم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.